في مسلسل متميز جدا ايضا الحقيقه، وهو مسلسل مسار اجباري. الحقيقه انه اغنيه تتر بدايه هذا المسلسل بتعبر بشده عن العمل الدرامي الرمضاني المعروض حاليا، سواء من حيث الكلمات او من الموسيقى، وايضا اختيار المطربين المؤدين للاغنيه، لانه المفارقه يعني وتناغم السياق الدرامي للعمل متفق بشكل كبير مع الاغنيه. يمكن اللافت للنظر يا رامي انه اسم المسلسل بيتشابه او بيتطابق الحقيقه مع اسم هو مسار اجباري، فرقه مسار اجباري. صحيح. وكمان ابطال المسلسل يعني عصام عمر واحمد داش شباب، هم ابطال يعني الفئه الشباب هي المتصدره. والفكره حلوه والكلام كله يعني تحسي العمل كله العناصر بتكمل بعضها بجد، يعني مع اسم فرقه مسار اجباري احدى ابرز طبعا الفرق الغنائيه في الوطن العربي. مسار اجباري عندها اسلوب كده بتتمتع بيه، لون طبعا خاص كده جدا، وصوت هاني الدقائق الحقيقه مميز جدا يعني جدا 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 ورائع. يمكن الفرقه دي ساهمت في يعني صناعه تتر بدايه العمل الدرامي اللي بنتكلم عنه، والحقيقه انها من الحان يعني عضو رئيسي طبعا في الفرقه، لسه بنتكلم عنه هاني الدقائق، ومن توزيع موسيقى لمسار اجباري كتب كلماتها ايضا امار مصطفى. كمان هاني الدقائق صرح للقاهره الاخباريه، والقاهره الاخباريه متصدره تصريحات ولقاءات مع نجوم رمضان. صحيح. يعني هاني قال للقاهره الاخباريه بان بدايه التحضير للاغنيه كانت بعد ما تم التواصل مع المخرجه طبعا نادين خان، وطلبت منه هو واعضاء فرقته ان هم يتولوا مهمه تتر بدايه المسلسل، وده اللي خلى فيه حماس كبير جدا عندهم ان هم فرقه مسار اجباري وهيغنوا تتر مسلسل مسار اجباري. وبالفعل حصلت الفرقه على ملخص المسلسل واجتمعوا وحضروا للاغنيه الرائعه اللي كنا بنسمعها في تتر. مفارقه لذيذه جدا الحقيقه. يمكن الملفت ايضا في لحن العمل هو انتباه متابعي المسلسل طبعا كل المتابعين خلال الشهر الفضيل. هاني قال خلال تصريحاته للقاهره الاخباريه انهم كانوا حريصين في اغنيتهم على انه الالحان تكون من تاليفهم بالكامل، وطبعا عبر عن سعادته الشديده بردود الفعل الايجابيه على تتر المسلسل، خاصه انه معروض في شهر رمضان وبيحظى بنسبه مشاهده ومتابعه مرتفعه جدا لجميع المسلسلات. وطبعا قدم تمنياته بان العمل يعني يحقق النجاح المطلوب ويقدموا اعمال اخرى بنفس النجاح. يعني احنا شفنا دلوقتي 11 حلقه، فعلا بجد حلقه ورا حلقه الدنيا جميله جدا، والفكره نفسها مننا الحقيقه. هو ده الحقيقه التنوع ده يعني بتشهده كل دراما الحقيقه الانتاج الشركه المتحده.